أنفسهم ظلما وعلوا. يعرفون هذا نبي ويعرفون الصادق الأمين، الصادق الأمين يعرفون، لكنه ما تطيب أنفسهم، ما يقبل. ولهذا هو عمدا يعطل عقله، بجحده يعطل منافذ سمعه وبصره، لأن وصل بهم الأمر يأمرون أولادهم يقولون إذا سمعت محمد صلوا عليه وآله. صل على محمد وآله محمد. إذا سمعتموه يقرأ على الناس أمام البيت فالغوا لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هو يعرف أنه هذا بحجة، فما يقدر يجابها بالحجة، ما عنده حجة، فشي يسوي؟ يقول لهم روحوا صيحوا حتى ما يسمعون الناس. وهي الطريقة هذه، يعني سور تبين لك شلون أن الإنسان يعطل عقله بيده فيكون أسوأ من البهائم أجلكم الله. للبهائم ما عندها الإمكانيات، هاي القابليات ما موجودة إلا عندها المخلوق هذا، لكن هو يعطلها مع سبك الإصرار، هو يعطلها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليش أضل سبيلا من الأنعام؟ الأنعام ما عندها قابلية تتحرك وفق وفق رائزها وتسير لما خلقت له، ما تتحرك على خلاف الطبيعة أبدا. زين. على كل حال، من هنا هذا العقل مع كل الأهمية ومع كل الإشادة العظيمة، إحنا فترة من الفترات ومع هذا الاحتفاء عطل عندنا. يعني التاريخ الشيعي أستطيع أن أقول بالفم الملان مرت فترات عليه نستطيع أن نسميها فترات جذب معرفي. شلون؟ بنهايات القرن العاشر، بدايات القرن الحادي عشر الهجري بدأ التيار الأخباري. هذا التيار بدأ بعد كتاب الفتوح المدنية للأسترابادي، تقي الدين الأسترابادي اللي ألفه في المدينة، واللي قال يا هذا اللي موجود عند علماء الشيعة بذاك الوقت هو عبارة عن تقليد للسنة والعقل مو حجة. يا بليش شنو دليلك؟ قال لأن أهل البيت يقولون إن دين الله لا يصاب بالعقول. زين. وبالتالي الاجتهاد والعلم الأصول هاي كلها قضايا دخلت إلينا وإحنا نرفضها. زين، هاي واحدة. اثنين، القرآن شلون؟ قال القرآن أيضا نخليه على صفحة لأنه لم نخاطب به، القرآن ظواهره ليست حجة بالنسبة لنا، الذي خوطب به أهل البيت إذا وردنا عنهم رواية نأخذ به، إذا لم تردنا رواية من علاقة، نتبرك به نقرأ ماكو شيء. زين. طبيعي استمر هذا الوضع قرابة 200 سنة، قرنان من الزمان، قرن 11 وإلى نهايات 12، إلى أن يجي مجموعة من العلماء وعلى رأس هؤلاء العالم الوصولي النحرير في زمانه الوحيد البهبهاني قضى على بالدليل والحجة، إلى أن جاي الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه اللي الآن المدار الحوزوي على على كتبه أصولا وفقها. هذا الرجل ناقش هالفكرة
كل الأفكار بالدقة وردها ردا علميا، ثم بعد ذلك انتهى هذا التيار. هسه الآن جاي أكو جماعة حاولون يكررون هالتجربة المريرة هذه، أكو الآن هنا وهناك نسمع أصوات هنا وهناك تحاول أن تعيد الكرة. زين، هاي الحقيقة الفترة سببت لنا مشكلة. يعني أولا العقل، يعني هذا العقل والشهيد الصدر إلى بحث جميل، إذا واحد قارئ واي بحث رائع طبيعي هذا رأي، يبقى الشهيد الصدر على الله مقام. الشهيد الصدر الأول في معالم الأصول يقول أنه تزامن الحركة الأخبارية تزامنت مع المذهب الحسي في الغرب في أوروبا. يعني الآن هذا الأسترابادي محمد تقي الدين الأسترابادي، هذا تزامن مع فرانسيس بيكن، يعني بالقرن بدايات القرن 17. زين، وهذا هو اللي مهد للمذهب الحسي، فرانسيس بيكن اللي اجى وبعده جون لوك وديفيد هيوم، يعني ذولا فلاسفة المذهب التجريبي الحسي أو رؤوس المذهب التجريبي الحسي. يقول لعله هذا الميل نحو الحس والخبر وتعطيل حكم العقل كان للوجود أو لبزوغ المذهب التجريبي الحسي في أوروبا كان إلى تأثير. سيبقى رائع على كل حال. زين، فباعتبار أنه تعطيل للعقل تماماً، لكن الأخباريون عطلوا العقل لا لأجل التجربة كما فعل الحسيون، عطلوا العقل لأجل الدين، لكن وقعوا في تناقض. أنت من جانب لابد أن تستخدم العقل في مسألة العقائد، من جانب الآخر تنفي، تقول العقل ما إلى علاقة بأحكام الدين. وهي شبه القياس، أهل البيت وقفوا بوجه القياس، لأن القياس يمثل آلية من آليات الاستنباط ظنية، وأنا أمس تحدثت لكم عن حجية الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبالتالي قالوا القياس الشريعة محق للدين، ومحاججاتهم مع أبي حنيفة كثيرة، وأبو حنيفة هو أول من اجترح قضية القياس. ليش؟ يعني أبو حنيفة ما كان يؤمن برواية السنة، عند مجموعة قليلة من الروايات، الباقي يقول أنا أعمل عقلي. زين، ولهذا لجأ إلى القياس، والقياس ظني ما يفيد يقين، والتشريع لابد أن يكون يقينيا. ولهذا أئمة أهل البيت وقفوا بوجهه وقالوا إن الشريعة إذا قيست محق الدين. وهذا الحديث اللي رفعوه شعارا اللي اجى عن الامام زين العابدين، ان دين الله لا يصاب بالعقول، يقول بالعقول الناقصه والاراء الباطله والمقاييس الفاسده. واضح؟ يعني يقول القضيه لها علاقه بالقياس، انما الدين يؤخذ تسليم. وهذا معناه الدين اخواني ما يمكن انه كل عقل، بمعنى الدين بغيب والغيب نوقف، هذا غيب. يعني الآن قصص الأنبياء كلها ما موجود، قصة عيسى قصة موسى قصة، هذا غيب. الله يقول النبي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، بعد قصة مريم قل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم وهم يختصمون أو إذ يختصمون. الآية يقول هذا غيب، جاي نرويه لك. إذن هذا الغيب ما أجي أقول والله أنا أتحكم به بعقلي، قضية غيبية رويت لي. ولهذا الإيمان بالغيب جزء لا يتجزأ من الدين. من هنا السرعة في نقد كل رواية ومحلها، لازم ندقق بها.
بمجرد أنه شغلة بالدين ما تنسجم مع عقلي أن فيها رأساً؟ لا. أوقف، أرجعها لأهل العلم، أناقش، لا ألغي عقلي. ما يجي واحد يقول لي لا، لا، العقل إلى دور أناقش ليحق المناقشة في حدود اطلاعي، في حدود معرفتي، لأنه أهل الاختصاص هم لهم الكلمة الفصل في هذه. تريد تصير من أهل الاختصاص، أدخل الباب، أدخل البيوت من أبوابها، صير من أصحاب الاختصاص وناقش بكيف. زين؟ ماكو أي مشكلة وماكو حجر على العقل، لكن العقل أكو به عبادات الله تعالى تعبدني بأمور ليعلم مدى انقيادي كمكلف. ما أريد أقول والله أنا اليوم والله جاي على بالي أصلي الصبح 5، أكثر 2 مو كافي. لا يا هذا أمر توقيفي عبادي، ما أجي والله أحكم عقلي بي. صحيح أقول الصلاة، يفرقون العلماء عبر التاريخ، فرقون بين العلة والحكمة، يقولون الحكم إلى حكم كثيرة مثل الصوم، لكن لا نجزم بأنها هي علة الحكم التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. لا، لكن هذا ما معنى أن الله تعالى يخاطب الناس يقول لهم إلغوا عقولكم. لا، فكر بالصوم، حكم الصوم، حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم الحج، ما هي الآثار التي تترتب عليها. شيء جميل. زين، أنا ما أطيل أكثر. زين، أنا هذا اللي أردت أن أوصله، أن أيها الإخوة، الإفراط والتفريط، ديننا ضد الإفراط والتفريط. أئمة أهل البيت يقولون نحن النمرقة الوسطى، إلينا يرجع الغالي، إلينا يفيل الغالي، وبنا يلحق التالي. إحنا النمرقة الوسطى، ديننا مبني على الوسط. حالات التطرف تمثل حالات شذوذ، ولعل للحديث صلة إن شاء الله مستقبلا بإذن الله تعالى. وتعاملنا مع ثورة الإمام الحسين أيضا يدخل فيها. إحنا لما يجينا واحد يقول والله إلغوا عقولكم، أنا بكيفي أشرع، أنا والله صار ببالي اليوم، والله خوش فكرة هاي، كون نجيب قزاز جيد ونظل نتمرغ فوقه حتى نستثاب. كيفك هي؟ أدري قضية الاستحباب توقيف، كيفك شرع من جيب الصفحة يعني؟ والله اليوم يلا يا شباب والله خلنا نضرب رؤوسنا بالحائط حتى نستثاب. أدري هو ثواب هيجي يعني؟ جواب غير أكو؟ أكو نص؟ الآن مثلاً الأغسال مستحبة كثير منها، صير والله واحد يقول والله اليوم أريد أغتسل مستحب. أدري استحباب مو بجيبك هو، كون أكو فقيه يقول لك يابا اليوم يستحب، وإلا يصير تشريع محرم، يعني ترتكب خطيئة حرام. هذا اللي اليوم الانفلات اللي صاير، والمرجعية قالت كلمتها قبل أيام، هذا الانفلات اللي صاير مع شديد الأسف، كأنما يريد يقول لنا عطل عقولكم يا أخي، يا خليتونا وضحوكة واحد. والعجيب اليوم أي ظاهرة وإن صغرت تنتشر انتشار النار في الهشيم بسرعة. ها؟ أدري أنت الآن لما تجترح مسألة ما، هل استفتيت عالما؟ هل أفتاك مجتهد بهذه القضية وقال لك يا أبا هذا العمل مستحب؟ نقول له ما هو دليلك؟ شنو دليلك على الاستحباب؟ عندك رواية؟ عندك آية؟ ها؟ دليلك عاقل ناقل؟ ها؟ نقول له المشكلة اليوم مولانا كل واحد يجينا ما عنده شغل وعمل، كل واحد هامل بالشوارع واجترح له قضية ونركض وراه. يا أخي عطلنا عقولنا يعني، هاي البشر الطيبة، هاي الناس اللي يفترض اليوم أن يقفوا ويكبحوا جماح هؤلاء، لأن هذا يعني ما جاي يهدون يتركونها بالهين.
لا يرد على مرجع ولا يرد على عالم. ها مرة يخلون برقبته سنسلة ويسحبونه. الحسين جاء لتحرير البشر ما نقول استعبادها، جاء لإشعارنا بكرامتنا مو استشعارنا ها بذلتنا. خلي عندك كرامة أيها البعيد، هاي هموم أيها الأعزة، ولازم الجميع مسؤول، الجميع مسؤولون، كل واحد منا مسؤول يا أخي. قل له نأخذ على يدي وإلا السفينة كلها تغرق وإحنا نغرق بها، لأن تشيع واحد مو مية تشيع، هو مو كل واحد يجينا وقال أنا التشيع. تشيع معروف عندنا مرجعية، وعندنا هاي المرجعية عبر التاريخ وخطها معروف وعلماءها معروفون، ونحن نتبعها وننصاع لأوامرها باعتبار أن أوامرها دين، ندين الله به. أما يجينا واحد كل يوم يطلع لنا واحد يقول أنا والله، ذاك يقول أنا ابن إمام، ذاك يقول ابن عم إمام، ذاك يقول الدعوة علي، هذه دعاوى لا يقبلها عقل ولا نقل، لا دليل يرفضها. وإحنا اليوم أكو مرجعية، هاي المرجعية اللي تمثل التشيع وهي واضحة للعيان لا لبس فيها. وبالتالي أنا وياك وكل واحد ها يجب أن أنا ما أريد نقول نعطل علا نناقش وعقولنا حاضرة، لكن يجب أنه نعرف الحق من الباطل يا إخوة. اليوم اختلط الحابل بالنابل، الصحيح بالخطأ. كان في بالأمس القريب يا أخي كان أكو مثلا شعائر والممارسات في 10 محرم معروفة، بكاء، مجالس. اليوم مجالس ماكو، قليلة بالعراق، قليلة المجالس بالعراق اليوم مع الأسف، كلها بالشوارع. هذا يطق شو اسمه، وهذا موسيقى، وهذا ما ادري شنو، هذا يركض. الله يأجر يثيب الجميع على قدر نواياهم، لكن اليوم الوعي ماكو. بالأمس القريب احنا كنا نصدر وعي، العراق كان يصدر وعي الى غيرنا، احنا نصدر خطباء، خطباءنا هم اللي يروحون يوعون غيرنا. اليوم احنا نحتاج واحد يوعينا، يا كارثه والله كارثه. احنا الان نعيش في حضيض عدم وعي، كلها تركض ما تعرف ليش تركض، تلطم ما تعرف ليه. يا با انت تعرف هذا الامام الحسين اللي تبكي عليه، غير تعرف من هو، ما هي اهدافه، ليش ثار، وما هي اسباب ثورته، وشنه الاهداف اللي ها. انا ما اريد اقول الجميع، معاذ الله، وياكو ناس هذول شبابنا اليوم اللي نفخر بيهم، اللي سمعوا نداء المرجعيه بالامس القريب بيض الله وجوههم، نقول هنيئا لكم، انتم عرفتم خطى الحسين، وانتم الان هذا الخط هو خط الحسين. حسين هناك خط باطل اراد ان يقضي على الحق واهله فوقف بوجهه. اطلت عليكم المقام، انتقل للمصيبه مولانا. اليوم خروج الامام الحسين ابن رسول الله من مدينه جد، صلوا عليه. خروج الامام الحسين مولانا الكريم من مدينة جده رسول الله، ويعز على الإمام الحسين هاي المدينة ملاعب سباق، هاي المدينة بها ذكريات جده رسول الله، وبها ذكريات الزهراء، بها ذكريات أمير المؤمنين، طفولته، ها مسجد جدة وقبر جدة رسول الله. كلما أمر به الألم يأتي إلى قبر جده رسول الله، إلى مسجد جده رسول الله. اليوم مولانا الكريم الحسين يغادر، وأبى الحسين إلا أن يغادر أن يسير في الطريق الأعظم. قال له لا تنكب الطريق، خوفا عليه من أوغاد بني أمي. قال والله إلا أن أسير في الطريق الأعظم. قول الإمام الحسين في مثل هذا اليوم جمع بني هاشم، ولما علموا بخروج الإمام الحسين جاء الناس من المدينة. إمام الحسين ابن رسول الله
ريحانة رسول الله من الدنيا، جاءوا اجوا يودعون الحسين، السرايح الإمام الحسين لمكة. اللي يقول بعض الرواة أنه، وهذا مو بعيد يعني، الإمام الحسين خرج بموكب ضخم من المدينة وأخرج بنات رسول الله على هوادج بكل تجلة واحترام. ولهذا يقول لما أعدوا الرواحل وأعدوا الهوادج لبنات رسول الله، الإمام الحسين أمر فتيان بني هاشم أن يخرجوا الهاشميات، أمرهم واحدا واحد واحد، يقول رأيت شابا وسيما خرج دخل إلى دار أخرج امرأة وقورها، يشير بذلك إلى زينب. وهذا مو غريب عن أنه شلون يخرج ذلك الموكب بكل تجلة واحترام. هل السيد عبد الحسين الشرع الله يرحمه يصور لنا شلون الإمام الحسين أمر بني هاشم وأمر العباس وإخوته أن يخرجوا الهاشميات، أن يخرجوا زينب وبقية الهاشميات وأن يركبوهن على الهوادج، ويلي رفع رأس وندح يا راعي البأس، قوم بساع طلع اختك يا عباس، خل نضعن قبل لا تسمع الناس، وعلي انا يا ابن ابوي الخلق تلتم، قصد عباس لخته وطبع لي جذب سيف وقف ما بينديها، شالت راسها وشافت وليها سلم، وبوجه زينب تبسم تقل يا هلا بجيتك يا عباس، يا عزود يا شاسب النومس، إش عندك معلم بالدرع والطقاس، وشوف أنك بجيتك هاي مهتم، قال الأو علي يا شبح عينا نريد السفر يختي من المدينة، أخونا أهل الإعراقم مكاتبي إلى أمام، وليهم بالسفر اليوم عزم، تقل يا أبو عيوني ودلي يا أخي أبا الفضل أبو عبد الله سيدي ومولاي، أنا أريد من يكفلني، أريد من يتحمل مسؤوليتي في الطريق، هذا مسير وبآلام وبمشاكل، تقل يا أبو عيوني ودليلي يا أبو فاضل يا أخويا قعد احكي لي، يا هم نطلع وياكم تشفيلي، يباري محمل وبيني توز، دق ايد على صدره وصاح يا اختي قومي قومي بشيمتي، قومي بشيمتي وطلعي وبختي، انا خيج لفت بعيونك رقبتي، اي من يدنا اشوف شف المحتم، طلعت زينب وطلع ركبت زينب وركبت العيلة، طلع ايات والضعن طوح دليلة، اولا بتل الضعن صوت العلي، يا حايب الوعن والله الحال يروح. جاءت بنية الإمام الحسين مع أم سلمة وبقيت نساء رسول الله وبقيت نساء الأنصار، لما تحرك ضعن الحسين أخذت تجري خلفهم، أبا خذوني معكم، تقل لي لن بتل الضعن
صوت العليل لا يحاد الرعاي بالله الحال يرحم يا حاد الوطن وياكم خذوه وحدي بهالبلد لا تخلوني عقبكم يا اهلي يعمن عيون علي إلى والجسم يلغم بالسم ناداها الحسين ودمعته تسيل يا ابويا احنا يا سفرنا درب طويل يا ابويا انت عليلة وجسمك نحيل ايوه على المثلك يا ابويا السفر يحول خرج الركب الحسين ايها الموالون بكل تجلة واحترام يحف به ابو الفضل العباس وعلي الاكبر وأبناء أمير المؤمنين وأبناء عقيل وأبناء جعفر هذا الركب مولانا هل تصفه على لسان واحدة من الهاشميات ويلي ويلي بالعز طلعنا من المدينة بالعز طلعنا من المدينة وحسين قدام الضعينة يبرايا الهو عينا علينا ولما نبعد عنا ولينا وين ينقلك الكربلاء للضعن اللي طلع من كربلاء يوم الحادي عشر من المحرم ولما بعد عنا ولينا من كربلاء بذلة مشينا هايه من كربلاء بذلها يا مشايا فوق السياط فوق الثياب مقيدي هايه كلمة بها علينا يلعب فوق ديه وين زينب بذاك الوقت عندما خرج لسانها وين تنادي تريد تروح الكفيل وين وين ابيات الدعاء اسالكم الدعاء جميعا وين وين الكفن اليوم وين يا الكفن اليوم وين ودم صدر لي من المدينه هايه ما ينتهض لنا هايه وجينا ويشوف عقبه شرع لنا لا تشيئين لو نسالم ولينا ما كان بالذل يخلينا هايه ما كان بالذل حزين على النهر ذاك التندبين هايه طاح وطفت بالسهايا هايه معايا ومقطوع يسراه ويمين وبالعمد بالعمد راس هاشمين عباس وتيس معو زينبان تدعو كمن لي حماي إلى العدا يا سلام اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب خلقك إليك محمد وآله الطاهرين اللهم انصر دينك أعز دينك من أراد الإسلام بسوء فارد ومن كاد المؤمنين فكده اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم سدد رميتهم
اللهم أهلك أعداءهم. إخواني نقرأ الآية، الله يجزكم بالخير. أكو جماعة بسيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 كشف السوء والبلاء عنا أو عن المؤمنين. يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم تقبل أعمالنا بأحسن قبولك، لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، يرحم موتانا. الإخوة الحضور، الأخوات جميعا، اللهم احفظهم بحفظك، ومن يلوذ بهم، من كان فيهم طالب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ارحم أمواتهم ولأمواتهم وأمواتكم وأمواتنا، ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.